دكتور محمود، أهلا وسهلا فيك من جديد ويسعد صباحك. أسأل الله صباحك. يعني اعتدال الحرارة بيساعد الجسم وأعضائه على العمل بشكل صحيح، والعكس أيضا صحيح، فكيف تؤثر الرطوبة والحرارة العالية على جسم الإنسان وأعضائه؟ شوف، هو يعني موضوع الجسم من الداخل، وهذه نعمة إلهية إنه ضل يحافظ الجسم على درجة 37، يعني درجة جسم الإنسان الداخلي 37 درجة مئوية، سواء كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة أو انخفاض في درجة الحرارة، المطلوب من الجسم أن يحافظ على هذه الحرارة من خلال العمليات الكيميائية أو البيوكيميائية المختلفة، بحيث أن الجسم يستمر في حياته الطبيعية. الآن طبعا احنا بنعيش في أجواء حارة، ويمكن الصيف السنة هذه شوية أكثر حرارة حقيقة من السنوات الماضية، لكن برضو الجسم مجهز حاله لكل الاحتماليات، بس احنا دورنا ان نساعد الجسم في الحفاظ على هذه درجة الحرارة من خلال مثلا شرب الماء بشكل اساسي. وهنا احنا ما بنحكي عن السوائل، لانه بعض الاحيان ممكن الناس تفهم السوائل انه راح اشرب عصير والعصير ممكن، او اشرب قهوة او اشرب شاي، بالعكس هذا ممكن يستنزف الجسم ويكون مدر للبول ويفقد الجسم من السوائل أنا بحتاجها. أيضا لازم أعمل عملية تنظيم أكل وكغذاء وكشراب في حياتي اليومية. أما بالنسبة للجو بشكل عام، الحرارة متعارف عليها إما يكون الجو جاف أو رطب. الآن الميزة في الجو الجاف إنه العرق يتبخر بشكل مستمر، هذا بالجفاف. بالجفاف إنه أنا بعرق بس ما بشعرش بالعرق، بالذات في المناطق البعيدة عن البحر، بينما احنا كوننا موجودين على الساحل. على الساحل، فبتلاقي الصيف دائما مرتبط عندنا بارتفاع في الرطوبة، والرطوبة هذه سلاح ذو حدين، يعني في نفس الوقت هي لحالها بتعمل عملية تنظيم لدرجة الحرارة من الخارج، ولكن المزعج فيها كما تفضلتي انه هي بتخلي الإنسان دائما في شعور من انه بحاجة انه يتحمم بشكل مستمر. صحيح. انه جسمه بلزق، انه مش متقبل نفسه، فهذه المساوئ تبعتها. لكن زي ما حكينا انه طالما في، لانه لو كان الجو الجاف فقط وانا ما شربت سوائل، ممكن يصير عندي جفاف بشكل سريع وممكن ادخل في اما في الرطوبه، شو اللي بيصير في الرطوبه؟ لا، العمليه عمليه اتزان وتوازن، وان الجسم بيفقد بالفعل جزء من العرق، لكن الجزء الاكبر هو من الخارج، يعني السائل اللي انا بشوفه على الجسم او المي هي من رطوبه الجو. من رطوبه الجو، نعم. فهي عشان يصير عمليه توازن، لانه الجلد هو أكثر عضو يحتوي على كمية مياه الجلد، يعني ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. أكيد. الكرة الأرضية تقريبا 70% منها مية، حتى جسم الإنسان أكثر من 60% منه مية، طبعا يختلف حسب العمر. الناس الكبار بالعمر أكثر من 60 عادة بوصل نسبة السوائل 60 ل 65%، الناس في الشباب ممكن توصل ل 70%، الأطفال الرضع إلى آخره ممكن توصل من 80 ل 95% حسب الفئة العمرية للإنسان. لكن هنلاقي إنه المية بشكل أساسي هو المكون لكل أنحاء الجسم، سواء الدماغ حتى العظم اللي إحنا بنشوفه بنعتقد فيش في مية، 22% منه مية. صحيح. المفصل اللي هو ما بين العظمتين تقريبا فوق 80% منه مية، الدماغ فوق 80% منه مية، الكبد اللي كله الدم، يعني لو ما في مية في أجسامنا بشكل كافي، كل العمليات الحيوية في جسم الإنسان تحتاج إلى ماء. تمام. طيب إحنا اليوم حابين يعني بخطوات عملية نتعرف على النظام الغذائي الصحي والسليم خلال ارتفاع درجة الحرارة، خاصة في ظل الرطوبة المرتفعة في هذه الأيام. هو يعني القاعدة العامة بتقول إنه كل كيلوغرام من وزن الإنسان يحتاج إلى 30 سنتي مية، يعني واحد وزنه 70 كيلو بيحتاج الى 2 لتر و100 ملي ميه، يعني بالمتوسط 3 لتر. الان شرب الماء يجب ان يكون الاساس في تنظيم الحراره الداخليه هو شرب الماء، انه انا بدي اشرب من 3 الى 4 لتر ماء، يعني المتوسط الناس العاديين يوميا. ولكن هنا في تنويه،
انه ما بنفع اجي اشرب لتر مره واحده. في ناس بقول لك انا بصحى من النوم بشرب لتر، هذا عاده سيئه وعاده خاطئه. لازم تكون الماء مقسم على مدار اليوم. ليش؟ حتى لا حتى ما يصير عندي عبء في داخل الجسم، بالذات على الكلى، على الكلى، انه انا ارهق في عمليه الفلتره. انت عارف الكلى تقريبا بتفلتر 180 لتر في اليوم، يعني بتشتغل شغل جبار. فانه انا اروح ازود الله. الضغط على الأعضاء الداخلية بشرب كميات كبيرة من الماء، هذا أكيد كل شيء إن زاد طبعاً عن حده بنقلب نضبطه. برضو في مفهوم فالاتزان خاطئ والاعتدال في شرب الماء، هاي نقطة كتير مهمة نبدأ فيها. تمام. نقطة ثانية كمان حتى في موضوع المية نفسها، في ناس بيعتقد أنه الجو شوب أنا بدي أشرب مية ساقعة. بالعكس، المية الساقعة ما بترويش، المية الساقعة ممكن تحدث صدمات للجهاز الهضمي، لأنه إحنا قلنا اتفقنا أنه حرارة الجسم من الداخل 37. لأن لو أنا شربت مية ساقعة كتير هتضلها موجودة بالجسم لعند ما ترتفع درجة حرارة 37، ولو أنا شربت مية سخنة كتير راح هتضلها في الجسم لعند ما تنزل درجة حرارة 37. فإذا إحنا ممكن نشرب ماء معتدل، يعني يكون بارد ومش ساقع أو مثلج، لأنه هذه كلها ضرر على الجسم، زائد أنه ما بشعرش بالارتواء. فيش حد بيشرب مية ساقعة بشعر بالشبع، لا، المية العادية هي اللي بتدين شعور بالشبع. حتى الناس اللي بيشرب مية دافية، تخيل مية دافية في الصيف، بيشعر بالراحة وبيشعر بالبرودة بالجسم أكثر من شرب الماء الساقع. تمام؟ ليش؟ لأنه هصير عندي حرارة داخلية لما أنا أشرب مية ساقعة، بده يصير عملية بدي أسخن المية في الجسم، هذه بتديني شعور بالحماوة داخلية. بعكس ما الناس تعتقد أنه أشرب مية ساقعة عشان تبرد حالك، هذا المفهوم خاطئ. هذا مفهوم صحيح خاطئ، بس منتشر بشكل كتير كبير عندنا في ما هو 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 هيك إحنا بنعتقد. ما هو دور البرامج هذه تثقيفية للناس وتوعوية، إن شاء الله يعني تكون الفائدة بتصل للجميع. في ناس بتعتقد أنا ما بحب أشرب، كتير بنسمعها كلمة أنا بحبش أشرب المية بالذات من الستات. في ستات ممكن تمر عليهم يومين أو ثلاث أيام بتشربش مية، ناس، وهي فكرة إنه بتنسى، مع إنه يعني شوف الستات دائما موجودين في المطبخ، يعني بتقضي طول يومها في المطبخ، ولكن مع الانشغال منها لها بتنسى انها تشرب المية. او في ناس ما بحبوش المية، يعني كتير انا بتمر علينا حالات يقول لك انا ما بحبش المية. هو فيش شيء اسمه بحب وبحبش، المية هذه مكون اساسي، يعني مكون اساسي في جسم الانسان، هي عملية تعود انه انا لازم اشرب مية باستمرار. كل ما مشكلة، انت عارف لو انا عطشت هذه مشكلة، العطش بحد ذاته هو بداية حالة مرضية، بداية انه انا بده يصير معي جفاف. تمام؟ وانا مش لازم اشعر انه انا عطشان، لازم انا ابرمج حالي انه انا مثلا كل ساعتين بدي اشرب مثلا كاسة مية. لازم دائما الجسم يشعر بحالة من الارتواء. تمام؟ وبالذات يمكن للمرأة كونه المية بتدخل في تركيب الجلد، قلنا عشان البشرة تضلها نضرة والاخره، فشرب الماء مهم جدا، واللي بتحافظ على شرب الماء دائما البشره بتضلها صافيه صافيه. حتى للستات الحوامل كثير منهم بيقول لك انا ما بشرب مي، لا، شرب الماء حتى يسهل في عمليه الولاده. يعني الماء بيدخل زي ما قلنا في كل عمليات البيوكيميائيه. الان موضوع بيجي ناس بيقول لك انا بدي اشرب مي، بدي اشربها على شكل شاي مثلا، شاي عصير او على شكل قهوه. هنا 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 غلط. ليش؟ لانه الشاي والقهوه فيها كافيين، الكافيين معروف انه مضر للبول. تمام؟ معناته انه راح اطلع سوائل، السوائل اللي انا باخذها راح تنزل فورا. هذا واحد. رقم اثنين، حتى موضوع العصائر ما هو ينضاف عليه سكر. سكر، والسكر معروف انه هو من المواد الضاره في الجسم، وكمان راح تديني مش راح اشبع، يعني مش راح اشبع من كاني ما شربت ميه. راح تملي خلل في عمليات الايض في الجسم، فانا بحاجه الى الماء فقط. ممكن اشربه على شكل مثلا زهورات بيمشي الحال، عصائر طبيعية بدون سكر، شربات مثلا بس ما يكون مكتر عليها ملح، لكن الأصل هو الماء. تمام. أمور يجب الابتعاد عنها لحتى نحافظ على ارتواء الجسم بشكل عام. يعني المفترض في الأجواء الحارة زي هذه أنه قد ما أقدر أقلل الحركة في الذروة، يعني في فترة الظهر احاول انه انا ابتعد عن التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر، لانه راح يكون عندي عمليه تبخر كميات كبيره من الجسم، من السوائل في الجسم. ممكن لا سمح الله ادخل في صدمه الشمس ويغمى علي وادخل في مشاكل صحيه. فتره الظهيره هذه زي ما قلنا نحاول ان نقلل الحركه والابتعاد. الناس اللي مضطرين هم يشتغلوا في الشمس يلبس طاقيه لونها ابيض، يلبس اواعي تكون فاتحه حتى تكون عاكسه للحراره، وكمية المية دائما تكون معاه. بعض العادات اللي بدنا ناخذ منها حتى عادات غذائية، انه في فترة الصيف او فترة النهار الحار نقلل من تناول الاكلات المملحة،
لانه هذا تخليني اشرب كميات كبيره من الماء. كمان الافراط في شرب الماء غلط. صحيح، زي ما حكينا انه كل شيء بيزيد عن حده بنقلب لضده. كمان الابتعاد عن الماء مشكله كثير كبيره، فالاعتدال في هذا الامر جدا مهم. طبعا طبعا حاول ان نبتعد عن الاكلات الدسمه على اساس انه اكون دائما في حاله خفه في لا ما في فيش مجال في هذا الموضوع، يعني طالعين من عيد لحمه العيد والضاني. لا ما ندخل في الموضوع هذا، واحنا مشكلتنا مش مع اللحمه، خدي بالك. يعني موضوع احنا مشكلتنا مع الكثره الدهون. الكثره في اللحمه التناول. بشكل عام يعني ما في حد اعتقد بياخذ الحصه اليوميه تبعته من البروتين اليومي. البروتين اليومي صعب لانه هذا يحتاج الى تكاليف، ولكن احنا مشكلتنا مع الدهون وان كانت مفيده، لكن للناس اللي حياتهم مرفهة، المقصود بالرفاهية هين اللي بمشوش كتير، معظمها بمشيش كتير، لازم ياخد الحد الأدنى من الدهون، الحد الأدنى. تمام؟ ليش؟ لأنه احنا ما فيها نحرك، إنما البروتين ما بتحول لدهون، الجسم جزء منه بتحول بروح للعضلات، والباقي منه بينزل عن طريق البول. وهنا في موضوع الخطورة في قلة شرب الماء بالذات في فصل الصيف، إنه معروف الأخطر شيء اللي هو نيتروجين اليوريا. هذا النيتروجين اليوريا هذا اذا ما كان في عندي، وهذه سموم الجسم الكلى بتفلترها، اذا كانت الميه قليله في الجسم هذه السموم ممكن تؤثر على الجسم سلبا. فالاساس هو شرب الماء، وممكن نركز برضو على الفواكه الغنيه بالميه زي البطيخ مثلا، الشمام، الخضروات زي الخيار، فواكه الموسم هذه. أيوة. يعني موجوده ومتوفره واسعارها بسيطه. الخيار كمان كثير كويس، يعني بيدي شعور بشعور بعدم العطش، يعني بروي الانسان، بروي الجسم، اللي هو البطيخ، الشمام، الخيار، الخيار. الفواكه هذه بشكل عام يعني سبحان الله هي فواكه صيفيه عشان تخدم الانسان في فصل الصيف. المانجا، شو بالنسبه للمانجا والالياف الموجوده فيه؟ هذا الاهم. احنا زمان كان عندنا اعتقاد كتروش من المانجا لانه فيها الياف، فكان يجي على بالنا دائما الياف الكبد، انه تليف، انها بتعمل تليف كبد، هيك احنا كنا. لكن هذا مفهوم خاطئ تماما. هو المقصود بالالياف انه المانجا غنيه بالالياف اللي هي المفيده للجسم. طب الاملاح بيقولوا انه كمان هي مليئه بالاملاح. لا شوفي، هو كل الفواكه بلا استثناء والخضروات تحتوي على املاح. تمام، لكن بضل النسبه من فاكهه الى فاكهه. المانجا موسميه، يعني انا مش كل يوم راح اكل كيلو مانجا، يعني صحيح. لو يعني في الاسبوع اكلت 3 حبات مانجا بالعكس مفيده جدا، ولو ناكلها بقشورها كمان، وما نرميش العجمه كمان. العجمه هذه ممكن احنا نجففها، وفي جوا قلب لونه ابيض، ممكن هذا اطحنه واستخدمه كريم ممتاز جدا للبشره ومضاد للتجاعيد كمان. حتى الموز اللي هي الحاجات اللي دائما بحذروا الناس، المانجا، العنب، التين، لا الانسان يتناولها ولكن بقدر باعتدال، وبالذات لمرضى السكر. ودائما بنقول الفواكه هذه تكون فترة الصباح، يعني ليش؟ لأنه الجسم بتحرك وبحرك، لأنه فيها سكريات بسيطة فسريعة الاحتراق. تمام، يعني سعيدين جدا بوجودك معنا دكتور محمود، والمعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها. نتمنى هذه المعلومات كلها تكون وصلت للسادة المشاهدين واستفادوا منها. شكرا كثير دكتور محمود الشيخ علي، استشاري التغذية العلاجية. نهارك سعيد إن شاء الله. شكرا، نهارك سعيد.